طبعا احتفال عيد الام ده بيمثل لي حاجه كبيره قوي، بحس ان الناس كلها فرحانه بينا وبيحتفلوا بينا وحاسين بشعورنا وعارفين قد ايه قيمه الام، بيعظمونا قد ايه، بيحترمونا قد ايه، بيخففوا عننا دلوقتي كمان، فبيبقى مناسبه جميله جدا وبنستناها من السنه للسنه صراحه. الامهات اللي موجوده دلوقتي كلها امهات مستقله ماديا واجتماعيا وكل حاجه، وهي عايشه لنفسها وملهاش دعوه بانها تشغل نفسها باي حد حواليها الا في الخير وفي المواقف. لكن احنا عايشين اسعد ايامنا بصراحه، يعني انا بقول لك بصراحه. قعدت 30 سنه بره مصر وكانت امي دايما في بالي، بتكلمها من الكويت بقول لها كل سنه وانت طيبه يا ماما، قلت لها انت طيبه بس انت بعيده هعمل لك ايه. فدلوقتي اما بفتكرها بيصعب عليا قوي. اول الاولاد ربنا يخليكم ويبارك فيكم، وبرضه لازم تسالوا على اهاليكم وامكم بالذات، لان الدعوه بتاعت الام ما تتعوضش. كل ام مصريه بقول لها كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله ان شاء الله اولادنا كلهم يحبوا امهاتهم، وان شاء الله من غير حب الدنيا ما تبقاش فيها حب خالص. أنا ببعت رسالة لأمي الله يرحمها، بقول لها أي شيء أنا وصلت له أو أي نجاح أنا وصلت له في حياتي فبفضل دعاك يا أمي أنت وأبويا الله يرحمهم. وزي ما بقول لحضرتك، أي إنسان ناجح لازم يبقى وراه دعوة أمه وأبوه. مش هتخيمك. العروض النهارده زي ما انتم شايفين بيقدموها اطفال، هم بيأدوا الدور التطوعي بتاعهم في ان هم يرسموا البهجه للامهات. الهدايا طبعا هي هدايا رمزيه، هم يعني هم مقامهم اكبر من كده بكتير. الشهاده اللي بنديها لهم كل سنه بنحاول بنكون حريصين على ان شكل الشهاده يبقى مختلف، عشان هم بالنسبه لهم ما يحسوش بفيه تكرار، بس يحسوا ان اليوم كل سنه بتكون احسن من اللي قبلها. احنا النهارده قدمنا عروض جميله، طبعا الهدف فيها كله هو اسعاد الام. طبعا دربنا الاولاد واللبس والاكسسوار كله، طبعا ده كله بيبقى عمل تطوعي مننا عشان خاطر بس الهدف الوحيد ان احنا نساعدهم وندخل الفرحه قلبه، ان احنا نشوف بس بسمه على وشهم دي حاجه كبيره جدا. انا جاي النهارده افرح الناس، وكل دول اعتبرهم زي تيتا. انا جاي النهارده عشان افرح امهاتنا، وكل اسبوع بنجي نعمل عروض عشان نفرح امهاتنا، وكل سنه وامهاتنا طيبين.